السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو عن الغسيل والبقع بتاعة الملابس اللي بتحصل، اكيد بتحصل كتير جدا. دي بقعة قهوة جت على هدوم حالة بنتي الصغيرة، وقدر الله ما شاء فعل. يعني انا دايما عندي اعتقاد كده، لو في اي بقعة دخلت الغسالة بنفس بقعتها من غير ما تتعالج، مهما كنتي بتستعملي مسحوق نوعه غالي او كويس، او حتى غسالتك كويسه جدا، عمر ما البقعه دي بتنضف. فلازم البقعه تعالجيها على الاقل في نفس اليوم، يعني مش لازم على طول بعد ما تحصل. حتى لو كنت بره زي كده، اول ما رجعت قلت لازم اغسلها. ما بحتاجش بقى اي مزيل بقع او حاجه، انا بستعمل اي مسحوق عندي، ده برسيل جل او اي حاجه جل، وسبونج كده وشوية مية. عادي جدا المسحوق ده اللي انت بتستعمليه، اي مسحوق غسيل بتستعمليه. وعايزة اقولك كمان، لو ما بتستعمليش مسحوق جل، ممكن تعملي بشاور جل، اي حاجة تكون جل كده على البقعة على طول، هتحطي كمية كده مركزة طبعا. والسفنجة دي اللي هي بتكون فيها مية مش اكتر من كده، وحسب بقى البقعة. لو البقعة يعني جديدة وبقالها شوية، هتضطري تعملي بالجزء الخشن كده زي، وبعدين تعملي بالجزء الناعم. كل بقى البقع ديت لازم نعملها كويس. وانا دلوقتي مش بنضفها بنسبة 100%، ممكن تكون بتنضف بنسبة 70%، وطبعا لسه بقى هتتغسل في الغسالة وهتطلع ان شاء الله زي الفل. كل مكان زي ما قلنا. البقعة لو للأسف اتغسلت، بيكون من الصعب اللي هي تطلع، فالأحسن ان انت تعالجيها قبل ما تدخليها الغسالة زي ما قلنا. دلوقتي بقى بالجزء الناعم، برضو البنطلون جه عليه بقعة. معظم انواع البقع ممكن تنفع بالطريقة دي، اهو شايفين يعني راحت بنسبة 70% كده اهو. برضو اعمل بالناحية التانية تاني، اللي هي الناحية الطرية. ده طبعا هيوفر عليا، بدل ما اقعد ادعك بقى بايديا وكده، انا لابسة في ايدي جوانتي وبعمل بالليفة، يعني ما بعرضش الايدي لاي حاجة فيها مسحوق وكده. خلاص هروح بقى اغسلها، هجهز بقى كمية من المسحوق والخل بالطريقة العادية. انا غسلت اللي هي فوق الاوتوماتيك، فبحط فيها كده المسحوق وبحط معاها خل. دايما بحب احط خل مع الغسيل، واحط بقى الغسيل اللي عندي. طبعا مش هغسلها لوحدها، يعني كمية الغسيل اللي عندك حطيها بالطريقة العادية. ودلوقتي بعد ما اتغسلت وهحطها بقى تنشف، وبعدين هوريها لكم. ده بيكون شكلها اهو، يعني ما شاء الله ولا كأن اي حاجة حصلت. دايما بيسموني ماما السحرية، يعني بيعملوا بقع الولاد عندي، ويا ماما خدي البقع دي، وماما تتصرف بنفس الطريقة. بعمل بيها حاجات كتير، طريقة سهلة واقتصادية، اللي احنا ما عملناش اي حاجة زيادة، هو نفس المسحوق اللي انا بستعمله. وزي ما قلت لكم، لو ما عالجناش البقعة قبل ما دخلناها الغسالة، خلاص كده البقع بتكون ثابته وما بترضاش تطلع. طبعا النتيجه دي بتكون حلوه جدا في البقعه الجديده، يعني ما يبقاش عندك بقعه قديمه وتجربي بالطريقه دي. بالنسبه للبقعه القديمه هتحتاج منك مجهود اكتر بكتير، كل شويه كده تحاولي فيها كذا مره لحد ما تبتدي تخف شويه. دي كانت النتيجه قبل، ودي كانت بعد. اتمنى ان شاء الله النهارده يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكوا على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.